أهلا بكم متابعي غنوتوكس. هذه حلقة أولى من حلقات سلسلة التعريف بواجهة ومشروع برامج كيدي، ومن خلال هذه الحلقة سنتعرف على خطوات بسيطة للتعامل وإعداد واجهة كيدي. سنستخدم توزيعات مانجارو، لكن يمكن تطبيق نفس الخطوات على أي توزيعة بنفس الواجهة. كيدي إي هي واجهة متكاملة يمكن العمل عليها مباشرة بعد التثبيت، والهدف من هذه السلسلة كما ذكرت سابقا هو التعريف بقوة ومرونة هذه الواجهة وبطريقة استخدامها. الخطوات ستكون مرتبة حسب أهميتها بالنسبة لطريقة عمل الشخصية، ولست ملزما باتباع هذه الخطوات بنفس الترتيب. إذن لنبدأ على بركة الله. أول شيء أقوم به هو إعداد لوحة المفاتيح من خلال إعدادات النظام. أكتب في خانة البحث على إعدادات النظام لوحة مفاتيح أو كيبورد، ثم أضيف اللغات التي أكتب بها. ثم بعدها أعد الطريقة التي أغير بها نوع لغات الكتابة. والطريقة المفضلة لدي لتغيير لغة الكتابة هو الضغط على زر Alt زائد Shift. بعد الانتهاء نضغط على زر التطبيق لتفعيل التغييرات. بعدها يمكن إغلاق نافذة الإعدادات، ثم نذهب إلى شريط المهام ومن خلال خانة اللغة وبنقرة يمنى ثم نختار إعدادات لوحة المفاتيح، ثم نختار طريقة عرضها على الشريط. أنا أفضلها على شكل علم. وفي الأخير ننقر على تطبيق لتنفيذ التغييرات. وكما تشاهدون يمكن التغيير بين اللغتي الكتابة عبر النقر عليها أو من خلال اختصار لوحة المفاتيح الذي عددناه مسبقا. الآن سأزيل أسطح المكتب الافتراضية لأنني أكتفي بواحد فقط، وبهذه الطريقة يمكن حذف وإضافة ما تشاء منها حسب حاجتك وطريقة عملك. لننتقل الآن إلى تغيير خلفية سطح المكتب، وهي الأسهل من بين جل التوزيعات حيث تقدم العديد من الخيارات والمزايا. كل ما علينا فعله هو النقر بزر الفأر الأيمن على سطح المكتب، ثم نختار إعدادات سطح المكتب والخلفيات، ثم نختار من بين الخلفيات المتاحة بشكل افتراضي حسب كل توزيع، وتظهر الخلفية مباشرة بعد النقر عليها على سطح المكتب. لكن لتنفيذها بشكل نهائي ننقر على زر تطبيق. كما يمكن الحصول على خلفية جديدة من خلال النقر على زر جلب خلفية جديدة، ويتم ذلك بشكل مباشر دون الحاجة إلى التنقل للمتصفح، وهو أمر مميز في واجهة كيدي. ثم سننتقل بعدها إلى إعدادات النظام لتغيير السمة عبر خانة المظهر، والذي سيتيح لنا التغيير من السمة الساطعة إلى السمة الذاكرة، وهي السمة التي أفضلها حيث أجدها مريحة للعين وأكثر جاذبية. وعبر خانة السمات العامة يمكن اختيار بين مختلف السمات المثبتة على نظامك، كما رأينا في إعدادات خلفية سطح المكتب. هنا أيضا يمكن جلب سمات جديدة من هنا. دائما ننقر على تطبيق لتنفيذ التغييرات بشكل نهائي. بعدها ومن بين أهم الأشياء التي يجب أن تتوفر في سطح مكتبي هي العارضة أو الشريط العلوي، والذي يحتوي على القائمة العامة للبرامج. وإنشاؤها في بيئة KDE هي الأسهل على الإطلاق، من خلال نقرة بزر الفأر الأيمن على سطح المكتب ثم إضافة شريط، ومن بين الخيارات المتاحة نختار شريط مهام البرامج، وبمجرد النقر عليه سيتم إنشاؤها بكل تلقائية في الأعلى، مضاف إليها إضافة قائمة برامج العامة. كل ما عليك فعله الآن هو فتح أي برنامج ليظهر لك شريط مهام البرامج المفتوحة في شريط العلوي. كما تشاهد الآن عندما فتحت الطرف تظهر الخيارات الخاصة بإعدادات الطرفية في الأعلى. بهذا نكتفي في هذه الحلقة.
على أن نتعرف على المزيد من المزايا الخاصة بواجهة ومشروع برامج كيدي في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.